الاتحاد السكندري استاذ محمد مصلحي بصراحه وفر كل الامكانيات للفريق، ودي مش اول مره. الجهاز الفني الموجود بقياده الكابتن حسام حسن العميد اعتقد ان هو يعني عنده الشجاعه وعنده القوه ان هو يواجه ويحط الاتحاد السكندري في مكانته الطبيعيه وسط الانديه، وان زي ما عمل مع النادي المصري قبل كده في تجربته في افريقيا، اعتقد ان مع اسم نادي الاتحاد السكندري الكبير ومع جماهير الاتحاد السكندري العريقه، اعتقد ان شاء الله الاتحاد يكون في المربع الذهبي باذن الله. طموح نادي الاتحاد السكندري الموسم ده مع ضم لاعبين باسماء زي حسام عاشور، يعني كان ابرز اسم حسام عاشور قائد النادي الاهلي. طموح الاتحاد السكندري هذا الموسم مع تولي العميد حسام حسن المسؤوليه الفنيه للفريق. انا قلت لحضرتك ان وجود العناصر الجديده دي وجود العناصر القديمه بتاعت نادي الاتحاد السكندري بالاسماء الكبيره اللي موجوده مع الامكانيات اللي حققها اللي وفرها الاستاذ محمد مصلحي، اعتقد ان طموحنا احنا ننافس ان شاء الله على الدوري الممتاز ونسعد جماهير اسكندريه ونسعد الجماهير المصريه كلها بوجود نادي الاتحاد السكندري في افريقيا والبطوله العربيه. الاتحاد السكندري هيقدم طلب بمشاركه في البطوله العربيه ولا هيركز في بطوله الدوري والكاس؟ مفيش كلام، احنا في البطوله العربيه قابلنا بلاء حسن وطلعنا فرق كبيره واقصينا فرق كبيره في المقدمه. اعتقد ان شاء الله ان احنا موجودين في البطوله العربيه مع العميد حسام حسن ومع كابتن ابراهيم حسن ومع الجهاز المحترم ده، اعتقد ان شاء الله هيكون لنا مكانه كبيره في البطوله العربيه. هل في صفقات اخرى لنادي الاتحاد في الطريق ولا تم الاكتفاء بما تم التعاقد معاه؟ لا لسه ان شاء الله القائمه ما قفلتش بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري، وما زالت التعاقدات مستمره مع نادي الاتحاد السكندري وان شاء الله الامور تبقى كويسه. هدف الاتحاد السكندري الموسم ده المربع الذهبي ولا شايف الامر هيكون منافسه شرسه مع وجود انديه؟ السكندري اسم كبير معاه رئيس نادي كبير معاه جهاز فني كبير، اعتقد كل المقاومات دي كل الناس دي اعتقد انها تدي منتج كويس، تدي بطوله ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك.